السلام عليكم، تحياتي لكم، الله يحفظكم. اليوم حبيت ندير لكم فلوق ثاني بعد الفلوق اللي درتو هذا من قبل على الكراء هنا، المنازل هنا في فرنسا، سواء يكونوا استوديو ولا المهم. ربي يحفظ الجميع اللي خلى كومونتير واللي خلى لايك. راني عارف باللي راني ناقص بزاف، باسكو على حسب كي ندخل البارامتر تاع اليوتيوب تاعي نلقى روحي راهم شايفيني بالك واحد 140 مليون. المشكله سيك عدد الاشتراكات ما تزادش كامل، قعد 21000. هذيك تعطيك شويه احباط، لكن ماشي مشكل، احنا نكملوا نواصلوا نمدوا المعلومات اللي نعرفوهم للناس العزاز علينا. المهم ما تبخلوناش غير بالاشتراكات تاعكم وتعاليقكم وارائكم اي حاجه، ولا كي العاده راكم تعرفوني دائما نحاول ندير ثلاث فلوقات اربع فلوقات في الاسبوع، لكن راكم تعرفوا باش الانسان بيدير اربعه في الاسبوع الانسان يولي حتى بالك صعيب شويه، ماشي سهل باش دير اربعه في الاسبوع، خصك دير زوج ولا ثلاثه، ولا تقدر دير زوج تما باش تكون عندك معلومات صحيحه ماشي تهضر وخلاص. المهم اليوم اخترت عليكم هذا الفلوق اللي ما راحش نطول فيه بزاف. اقترحت ندير باسكو شفت لي كومونتير بزاف الناس تحوس على اسعار الكيرة، دائما يسقسوني يقول لي اسعار الكيرة، وعباكم فرنسا هنا كبيره بزاف، فيها بزاف لي ديبارتمون، فيها بزاف المدن، فيها بزاف لي فيلاج، فيها تسمى ماشي كيف كيف، راح يكونوا زعما راح تكون مختلفه. مثلا ديبارتمون تاع لا مونج ماشي هي ديبارتمون في الجنوب اللي في الشمال، كل واحد كيفاش ماشي كيف كيف. انا حبيت نمد اسعار تقريبيه هكذا ونشوفوا كيفاش، باسكو كاين انسان اللي عنده الوراق يسال على لا مونج مثلا، وكنت تعرفوا اللي عنده الاوراق تقدر تساعده حتى لاكاب يساعده في الواي ماشي. تسمى انا نقول واحد ليبري اللي واش نقول لك، اللي تمد الثمن تاع هذاك المنزل من بعد انت وحدك، هذيك زعما نقولوا تعاونك لاكاف ولا هذيك بينك وبين لاكاف، هذيك اسمها حاجه واحده اخرى. الحاجه الاولى انا زعما مثلا نحكي لكم على مثلا المدن هنا في الشمال، المدن الشمال هنا في الشمال عندكم زعما تحب تسكن في لا ريزيدونس اقامه، الاقامه كنت عارفه تكون شويه غاليه على اشاله معناتها على احياء عاديه. اللي حبي زعما نقولوا تكري في حي شعبي وين كاين العرب، ماشي هو الحي اللي كاين في غير الكور، راح يكون حي شعبي ناقص شويه يكونوا في خاوتنا العرب، راح يكون ناقص شويه هذوك لي زاشاله. اما لا حبيت تمشي الوسم ولا ريزيدونس، انا نقول لك تكون تكري غير ستوديو يطيح لك واحد 400 واحد 450، هذا ستوديو يطيح لك واحد 450 400. تحب في وسط المدينه ولا نقولوا دار عاديه ماشي اقامه ولا ماشي لا ريزيدونس، تكريها بواحد 250 تكري ستوديو. هذه في المدن تاع الشمال مثلا ديبارتومون 50 ولا ديفيرونس مع نونت ولا ران ولا فران، تكري ستوديو واحد 350 تكريها 350، نقولوا افطروا ولا تكريها حتى 450 500 600. هذه في عندكم لي زاشالام، الناس اللي دير لي زاشالام، لي زاشالام ما كنت تعرفوا بارتو كيف كيف، ماشي زعما تخلص نقولوا في الجنوب تخلص واحد الف طروه تخلص عليها 500 ولا 550 ولا 600، هنا تخلص في الشمال تخلص عليها 400 380، وزيد انت المساعده تاعك مع لاكاف، تسمى كل واحد شحال طيح له، ماشي كيف كيف. ما نقدرش نكومباري انا مثلا مدينه في الشمال بمدينه في الجنوب مثلا نيس ولا كان ولا، بالنسبه بيان سور راح تكون مرتفعه شويه لانه علاش فيها العامل الصالير تاعها طالع، تلقى عدد الساعات في النهار مثلا هنا تخلص زعما غير في الشمال تخلص 10 اورو 11 اورو، في الجنوب تقدر تخلص 14 اورو 15 اورو، راكم تعرفوا تسمى على اختلاف المدن. ما نقدرش نكومباري لك مدينه في الشمال مع مدينه في وسط الجنوب اللي اغلبيه العرب المهاجرين من دول افريقيه اسيويه كامل يمشوا للمدن الكبرى هذه، علاش؟ لانه فيها المعيشه وفيها لا كونكيرونس، فيها معناتها مارشي تاع العرب تشري حاجه رخيصه. سمع لها هذه راح يكون تلقى في المدن الكبرى شويه السعر مرتفع تاع الكيرة. مثلا في باريس اللي هي من المستحيلات، ماشي زعما ما كاش ولا مي صعيب باش تلقى سكنه في باري، معناتها باش تلقاها غير في الكوتي تاعها،
فعالجان على الجنب تاعها 25 كيلو 30 كيلو ناس بزاف تكري ثما لانها شويه رخيصه وتحكم تكون عندها كارت نافيغو ولا تركب في التران تمشي تخدم في باري وتولي. اما باش تكري في وسط باريس راهي صعيبه بزاف. وراه عندنا هنا متابعين من باريس يجاوبوكم صعيب صعيب في باري باش تلقى زعما نقولوا هكذا انواي ولا سي غالي بزاف. الناس الكاريه غير نص شومبره ب 700 اورو تسمى رخي غالي شويه بارابور مع المدن الاخرى. اما الناس اللي تسالني تقول لي مدينه ليل وستراسبورغ ولا الكرا فيهم كاين صراحه كاين بارابور مع باريس والمدن الكبرى هنايا نيس وهذوك المدن تاع ستراسبورغ ومعروفين في المساعدات تاعهم لا كاف تاعهم تساعد مليح بارابور مع البلايص اخرين الخدمه فيها. ثاني ستراسبورغ تكون الكريه تاعها 450 نقولوا اف دو ولا 450 500 احسن من باري على كل حال في الكيرا لانه باريس كاع العالم فما وكاع باري كي انسان يقول فرنسا يعرف باللي باريس ما يخمم في حتى حاجه يجوا لانها فيها العمل على هذيك الكيرا. مثلا حنا ثاني نقولوا زعما تمشي في من جهه مارسيليا ولا الناس كاع كاريه على برا نصهم يخدموا في الفلاحه ولا على هذيك يكون الكرا عادي صح يكون مدن ميتين شويه بصح فيهم العمل سورتو الناس اللي تحب تعمل في المجال الفلاحي. كانت واحد النظره غير صغيره فلوق غير صغير حكيت لكم فيهم على اسعار الكيرا. بالنسبه كيما قلت لكم ما تكون باريش روحك مع نقولوا اللي عنده الاوراق راح تساعده شويه لاكاف تساعده شويه الدوله لا كانوا عندك ذراري تساعدك شويه زياده تسمى ما راحش تخلص هذاك البري اللي يقول لك عليه. بالنسبه للاوراق اللازمه اللي عندهم الاوراق باش يقول لك باش نكري قلت لكم بالنسبه للناس اللي عندها الاوراق راكم تعرفوا كي تمشي تكري لازم لك فيش دي باي تروا فيش دي باي الاخرين وبعض الاوراق اللي يطلبوهم من عندك هما ثم هما الصح السالير تكون خدام تكون تخلص. على بالي تجي ناس تقول لي زعما شحال لازم وشحال ماشي لازم هذه قلت لكم على حساب لي ديبارتمون. وحاجه واحده اخرى مثلا نعطيكم واحد المثال وشنو مثال برك مثلا دوك ديك الدار زعما نقولوا دير 300 اورو في شهر ولا 400 اورو في شهر يديموندي من عندك انت او موان السالير تاعك يكون طالع شويه يكون واحد 1100 ولا. واذا كنت زعما نقولوا زعما حبيت دوموندي اف 4 وانت تخلص غير 100 اورو مستحيل هما يديروا لك واحد الكالكيل يشوفوا لك شحال تساعدك الدوله ويدي يقولوا لك البري تاعك اسكو يكفي ولا ما يكفيش يعني هما يعاودوا يعرضوا عليك حاجه واحده اخرى. مثلا نقول لك زعما انت تخلص غير 1200 اورو لازم تدي نقولوا دو شومبر ماشي تدي 5 ولا تسمى الخلاص تاعك يلعب دور. هذا هو اللي حبيت نوصله. اما بالنسبه للناس اللي ما عندهاش الاوراق والعائلات ولا راني غير الفيديو السابق راني تكلمت درت فيديو خاص بالناس اللي ما عندهاش الاوراق كيفاش تلقى ساكن وكيفاش تخلص. اما بالنسبه للناس اللي ما عندهاش الاوراق الاثمنه كنت تعرفوا الاثمنه تعرفوا واحد يكري لك يقدر يكري لك غالي واحد يقدر يبروفيتي منك يكري لك رخيص يكري لك غالي بلوس على السي اللي كري لك هذاك غالي ويقدر واحد ما على بالاش يهدي الله يكري لكم شويه رخيص ما نعرف. كاين بعض الناس ثاني راهي تسال تقول لي تعطيني اسم واد تاع لي فيلاج الفيلا الصراحه الفيلاج الكرا فيهم باطل رخيص تسكن واش نقول لك خاوتي 300 اورو تكري قصر ماشي تكري على دار. المشكله في الفيلاج هو لازم تكون عندك طوموبيل وسائل النقل يكونوا عندك وما تكونش بعيد بزاف باش ما تملش وتكون عندك عامل نقولوا هكذا يا باينه تمشي تعاود تولي. وشنو الفيلاج كنت تعرفوا الفيلاج اذا ما عندكش طوموبيل تعاني فيها بزاف تسمى السياره حاجه لازم لك في الحياه تاعك باش تكري دار. ما بالنسبه للعائله سي بيان يساعدها الفيلاج اذا كان زعما نقولوا فيلاج خارج على المدينه كما قلت لكم انا في باري ولا زعما نقولوا مثلا في لا بريطان ولا في لا نورماندي تكري اف 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 5 تكريها ب 200 اورو 250 سورتو لي فيلاج كاين السكنه غير هي. المهم باش يكون في علم اي واحد ولا كي حاب يكري في فيلاج ولا يدير حسابه لوسائل النقل لانها مهمه جدا سواء عندك موطو ولا عندك فواتير ولا سما لازم لك هذيك باش تكري في لي فيلاج سما ما كان لها انسان يقول لك انا نسكن في فيلاج وما عنديش وسائل النقل لو واحد يقول لك لا نستعمل ترونسبور هضرنا على ترونسبور في ترونسبور البيس يقدر في لي فيلاج يجيك خطره في الربع سوايع خمس سوايع تسمى ما يساعدكش تسمى الانسان يختار فيلاج لكن عنده فواتير. كاين بعض الناس ثاني راهي تسال تقول لي تعطيني اسم واد تاع لي فيلاج الفيلاج الصراحه الفيلاج الكرا فيهم باطل رخيص تسكن
واش نقول لك خاوتي، ترواسو اورو في الفيلاج هو لازم تكون عندك طوموبيل، وسائل النقل يكونوا عندك، وما تكونش بعيد بعيد بزاف باش ما تملش، وتكون عندك عامل نقولوا هكذا يا باينه تمشي تعاود تولي. وشنو الفيلاج كنت عارفه؟ الفيلاج اذا ما عندكش طوموبيل تعاني فيها بزاف بزاف. تسمى السياره حاجه لازم لك في الحياه تاعك باش تكري دار. ما بالنسبه للعائله سي بيان يساعدها الفيلاج، اذا كان زعما نقولوا فيلاج خارج على المدينه كما قلت لكم انا في باري، ولا زعما نقولوا مثلا في لا بريطان ولا في لا نورماندي، تكري اف السكنه غير هي. المهم باش يكون في علم اي واحد ولا كي حاب يكري في فيلاج ولا يدير حسابه لوسائل النقل لانها مهمه جدا، سواء عندك موطو ولا عندك فواتير ولا سما لازم لك هذيك باش تكري في لي فيلاج. سما ما كان له انسان يقول لك انا نسكن في فيلاج وما عنديش وسائل النقل، لو واحد يقول لك لا لا نستعمل ترونسبور، هضرنا على ترونسبور في ترونسبور البيس اللي يقدر في لي فيلاج يجيك خطره في الربع سوايع خمس سوايع، يتسمى ما يساعدكش. تسمى الانسان يختار الفيلاج الا كانت عنده فواتير. المهم كانت واحد المعلومات غير صغيره، حاولت قدر المستطاع نعطيكم الشيء اللي نعرفه. المهم اي سؤال ولا اي استفسار ولا اي حاجه خلوا لي غير تعليق برك، ما تنساوش اشتراكاتكم وارائكم. تحياتي لكم والله يحفظكم، ونتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله، وسامحونا اذا غلطنا، والسلام عليكم ورحمه الله.